لذلك فهذه الورشة بدرجة الأساسية هي ورشة تطبيقية، وما سنلاحظه أو ما سنقدمه في هذه الفترة الصباحية سيكون عبارة عن خطوط عريضة أو رئيسية، من خلالها نحاول أن ننطلق إلى جوانب أخرى أكثر طبعا عملية. أسبوع نصر، جيت من بلدية الطاية، هي إحدى البلديات التابعة لولاية سطيف. لحظة، محمد الكبير من ولاية واتسوف. سلمى أبو ديار من ولاية واتسوف. سفيان أبو نقجة من مدينة قسنطينة. إحنا كفريق عمل ساهمنا في إبراز طاقة هذا المبدع وقدمناه وكوناه بطريقة جيدة. والله مع شفنا الأستاذة اللي قدمت لنا اسم الدروس الأولى يعني في والمبادئ الأولى يعني في تقديم الإذاعة التلفزيوني، الحمد لله يعني خدينا معلومات لا بأس بها يعني بور لو مومون. هي طموحات كثيرة، يعني أهم طموح أنا حاب نكون في الميدان تقديم تلفزيوني برامج أخبار، و يعني هي كثيرة جدا. ورشة ما شاء الله كانت ورشة تحفيزية بدرجة أولى، ثم أن الدكتور عطتنا مفاتيح تقديم الإذاعي والتلفزيوني، يعني ما كانت ما شاء الله. والله الحمد لله الاستفادة كانت كاينة، ومعناتها كما توقعنا أنه كاينة استفادة، بل بالعكس لقينا أكثر من توقعنا، والحمد لله إن شاء الله نفوتوا الأيام الجاية كما هكا. طاقات مهمة، وأنه هذه الطاقات بحاجة إلى بلورة وبحاجة إلى أنها تأخذ نفسها في السياق الصحيح، لذلك أكدت على نقطة أساسية وقلت بأننا لسنا الوحيدين في الميدان. بعد الورشة يعني لازم مازال تدريب يعني والممارسة، ونطمح يعني باش نزيد ندير دورات أخرى إن شاء الله إذا كانوا هنا في وطني، وإن شاء الله نكونوا إعلاميين ومقدمين إذاعة تلفزيون إن شاء الله. هذه أول تجربة أني نشارك في وطنية ميديا وعجبتني بزاف، وإن شاء الله أطمح أني نتقدم أكثر في الميدان الإعلامي إن شاء الله. طموحاتي أنا جاي وعندي طموحات، زدت هنا زدت معنا تشجعوني معنا أنا باش نواصل في هالطموحات، خاصة يعني في تجديد الفكرة وتقديم التلفزيوني والإذاعي. طموحاتي على المستوى القريب إن شاء الله راح نبدأ نخدم في الدار، معناتها نشيل شوية ماتريال والآخر نبدأ نخدم على مستوى اليوتيوب، حتى بلاك في المستقبل نخدم في قناة. دائما نبحث عن جديد، دائما أبحث عن آليات أخرى للتطوير الذاتي.